بعد أن بدأت القوات المسلحة في فرض السيطرة وبسط الأمن في منطقة سبها ووصلت هذه المعلومات، تم إعداد خطة محكمة لمباغتة هذه المجموعات، وبالفعل تم ذلك في ساعة سين صفر وهي الساعة 10 تقريبا، وبدأت العملية العسكرية وتمت السيطرة بشكل سريع. فقط أحب أن أنوه إلى نقطة، وهي أن أشكر أهالي حي عبد الكافي الذين كانوا سند حقيقي للقوات المسلحة. ما نتج عنها طبعا حتى الآن هو عدد 8 جرحى بالنسبة للقوات المسلحة، وتم القضاء على المجموعة بالكامل والقبض على من تم القبض عليه. وهذه طبعا بكل تأكيد دليل على أن القوات المسلحة تؤدي عملها ودورها، ولولا وجود قوات مسلحة لما كانت تتم مثل هذه العمليات. طيب، المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات تسرح وتمرح فيها المجموعات الإرهابية كما تشاء، وهذا ما تحركت قوات مسلحة من أجله إلى الغرب لكي تقضي على ما تبقى من هذه المجموعات التي لا زالت تتواجد في هذه المناطق. هناك تحقيقات لا زالت جارية الحقيقة. إجمالي القتلى هم من الأجانب 5 كما ذكرت، وهذه الأعداد من القتلى أيضا هناك المقبوض مجموعة من الذين تم القبض عليهم. ونظرا لبعض سرية التحقيقات نكتفي ببعض هذه المعلومات، ونؤكد كما أكد الليلة البارحة السيد آمر المنطقة العسكرية العقيد عبد القادر النعاس بأن القوات المسلحة ستضرب بيد من حديد في كامل المنطقة لكل الذين تسول لهم نفسهم المساس بالأمن في هذه المناطق، خصوصا مدينة سبها. وللعلم هناك أيضا استهداف لكل العمليات الإرهابية، سواء ما كانت التي تختص بهذا الجانب كما رأيتم من هؤلاء الإرهابيين الذين المتطرفين، أو العصابات المنظمة التي تمتهن تهريب وما إلى ذلك، لأنه لن يتم السماح بذلك، وستكون هناك فعلا مواجهة حقيقية لكل هؤلاء والضرب بيد من حديد. وبإذن الله ستكون هناك مناطق فعلا آمنة تنعم بالرخاء في ظل وجود قوات مسلحة تؤمن الأمن الوطن والمواطن.